حياتك عاملة زي بندول الساعة، رايح جاي جاي رايح كده. إيه أكبر حيرة بتلازمك وإنت رايح وجاي في حياتك؟ هي أكبر حيرة إنه أنا بحلم كتير جداً، الحلم ده بيجيلي بقاله سنين، إنه في حد سايق وأنا جنبه في العربية وبنقع من فوق كوبري 6 أكتوبر، وقبل ما بنلبس في الأرض أنا بصحى، والحلم ده بيتكرر كتير. فكل ما بقى على 6 أكتوبر كل ما يبقى عندي العقدة دي، اللي هو نفسي يلا الكوبري ده يخلص ويا ريت ما نجريش وكده. مين الوحش اللي في الرواية بتاعتك بيجري وراك؟ أنا. أنت الوحش. أنا بجري ورا نفسي. أنت عدو نفسك؟ بالعكس، أنا بجري ورا نفسي عشان يعني أحسن منها. وأنت بتمثل دورك في مسرحية حياتك، إيه الأقنعة اللي بتستخدمها؟ آلاف الأقنعة. قولي ثلاثة منهم. يعني مثلا في القناع بتاع اللي هو لما أبقى في مكان عام ومثلا أبقى أنا مثلا متضايق، مثلا قاعد في مكان عام بشم هوا فحد يقول لي ممكن نتصور، فأنا بضطر أبتسم. هو ده قناع، هو مش كذب عليه ولا نفاق، بس مش عايز أكسف البني آدم ده أو البني آدمة دي. في بقى اللي هو الوش اللي هو بتاع الإيه؟ اللي هو الوش الخشب اللي هو أنا شكل هنقدم بقى، أنا هصوم أتامة. هصوم عن حصوم. الكلام بتلبسه لمين القناع ده؟ ده بلبسه لما يعني لما كنت بتخانق مع مثلا واحدة صاحبتي أو واحدة أو مراتي أو كده مثلا. بس اللي هو بتلتزم الصمت؟ ببقى زي كده الصوم بتاع ستنا مريم كده، اللي هو بصوم حق بجد، ما بتتعصبش ما بتزعقش زي اتنين وخميس كده، بصوم بجد بس عن الكلام. ما بتتعصبش ما بتزعقش ما بتعملش دوشة وقلق؟ كنت بتعصب. كنت لحد إمتى؟ لحد من 3 سنين، من يوم يعني من آخر زواج ليا. كنت شخص عصبي جداً، وكنت شخص أنا نفسي ما كنتش مبسوط من نفسي. بس بعد ما بقيت حر وما عنديش حد تاني في حياتي إلا عيالي، بقيت مستريح أكتر بكتير. وصلت لدرجة العنف قبل كده؟ كتير طبعاً، يعني من وانا طفل، يعني خناقات في المدرسه والحاجات الطبيعيه. لا يعني انا بتكلم على مراتك او شريكتك زي لا ما كانتش بتوصل للدرجه دي. لا عمرها ما وصلت للعنف؟ عمرها، بس يعني كانت ساعات بتوصل ان احنا نبقى فعلا يعني يبقى في يعني حاله كده من الرفض. يعني حاله من الرفض. ف انا بالنسبه لي كده احسن ان انا ابقى لوحدي، اقدر اركز في شغلي. انا بعشق السينما، ف أقدر أعملها، وبعشق المسرح، عايز أعمل مسرحيات، فيعني متفرغ لده دلوقتي. مونولوج التحول في حياة أحمد الفيشاوي. هو مش هقدر أقول عليه مواقف. أنت اتغيرت كتير. أنا اتغيرت كتير جدا. قوي. مثلا أبويا لما أول ما ابتديت أمثل في سنة 2000 جه قلت له طب أنت رأيك إيه؟ أعمل إيه؟ أخش الموضوع يعني أخش الموضوع إزاي؟ إزاي ألعب الكاركتر؟ علمني انت ابويا استاذ فاروق الفيشاوي يعني. فقال لي كلمه واحده، وعدها 3 مرات، قال لي اي حاجه هتقولها لازم تلتزم بالصدق الصدق الصدق، بالذات وانت بتمثل، لان انت عارف ان الكلام ده مش كلامك، وعارف ان الكلام ده مش بتاعك، وممكن تبقى عارف الكلام ده ضد عقيدتك وضد مبادئك وضد حاجات كتيره، بس انت بتلعب دور، فلازم تبقى صادق فيه وتصدق ان انت الشخصيه دي عشان تقدر الناس تتفاعل معاك وتصدقك وتحب أفلامك.